ولدي اخويا انايا ما عليا ما بيا خدم جاي نص سمع الوداد لعبه في القهوه عيط ليا عيط لباه قال لي انت بابا قول لامي انت انا عندي السكر طنسيو قال لامي ما تخلعش ليا راني غنتعطل واحد شويه انت انا ديما خصو مع 8 يدخل دارهم قال لي انا غندوز للقهوه نتفرج حتى الماتش تاع الوداد وانا غنجي جاوبو باه قال لي ما تملي سالي الكره جي لداركم قال لي صافي انا ملي سالي الكره غنجي هو خرج قبل ما تسالي كاع الكره خرج قبل ما تسالي الكره بشي قسمين هكاك ولا ما عرفت تم جاي ناض واحد هز لي التليفون من جيبو ملي هز لي التليفون من جيبو دور التليفون ما بقاش قال لي تليفوني هزيتوه لي انتوما من جيبي قال لي ما هزيناش قال لي هزيتو قال لي ما هزيناش واحد عاد قال لي واحد باغي يعطيه لواحد ناض هو قال لي ما انا ما تقاولونيش وتهزوا لي التليفون انا مانيش دريه تهزوا لي انا التليفون هي هذيك تناقش معاهم في الهضره هز ما تهز هز ما تهز شدوا واحد هما قالك شي بعدا ثلاثه واقفين عليه هزوا واحد جمعوا شمال طاح نزل عليه واحد بقرعه على الراس عاودوا الاخر 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 بدا كيشطفوا عليه شطفوا عليه بحال كيصبنوا شي هيدوره هي هذيك جا ولد عمته غادي هابط يعمر البوطه حتى جاب لي جاكيتو قال لي هشام ضارب هبطت انا كنجري انا وباه وعماته ملي هبطت كنجري لقيتو كله دمايات من هنا هاد الودن دمايات هاد الوجه دمايات جدميت ناد طلع عند الدار الوسطانيه يعني انا ساكنه في السطح على قد الحال هو اللي معيشهم هو اللي خدام عليهم انا مريضه هو اللي باه ما بقاش خدام عيان عنده عصاب هو عنده انا الطنسيو السكر هو اللي هو اللي هو اللي هازني في ذاك المرض ديالي والله الا حشومه اختو تاهي قليل الصحه هي هذيك اخويا ملي ديناها هاد السبيطار لحدا الباطيمات تما عدينيت على رجلو قربنا السبيطار صافي الدري تحش ما بقاش كيزيد صافي تحش قلت لي ماك ولدي مالك رجلك مالها قال لي ما عرفتش امي مالها قلت لي واش مضروب عليها قال لي رجلي ما عرفش مالها مع داك الشتيف ولا ما عرفت ولا داك الشتي طلع ليه الراس طلع ليه الدماغ ديته للسبيطار طلعوه نعسوه علقوا ليه السيروم ملي علقوا ليه السيروم شويه قال لي تسنى واحد شويه هذيك الضربه اللي كانت باينه صغيره داروا ليها غير جوج غرزات هذيك الضربه الاخرى داروا ليها ما بيناش داروا ليها واحد شويه الفاصمه ولا سقوها هو الضربه عنده في الراس من الداخل من الداخل داك الدم ما خرجش كل وجمعوا لداخل هي هذيك ملي قال لي دخلت للسبيطار هذاك تما قال لي اش الدريه ما حالته مغيب مغيم ما كيهدرش ما عرفناش حنا اشنو هو واقع ليه قال لي بوح جاوب بوح قالنا عندنا الطبيب قال لي مع سعود تخرجوا كلكم في شوف حالاتكم قلت لي انا ولدي ما نخرجش نخلي ولدي بوحدو ويموت وما نكونش انا معاه انا غنعس ميريزكو فيما نعست قال لي ياك تو صحاب ميريزكو حنا ميريزكو ما كيبقى فيه حتى واحد قلت لي انا غنبقى فيه بغيتوني نبقى فيه ما بغيتوش نبقى فيه نخرج على الجرده المهم ما نمشيش للدار ونخلي ولدي في هذه الحاله قال لي دبري راسك قلت له مساكن خلاو ميريزكو محلول بقينا فيه جا مع سعود الطبيب دخلنا عنده قالنا تسناو غندخل انا غنشوفك على المرضى ديالي غندوزهم كنتسنى في الطبيب يدخل يجيب لي اخبار ديال ولدي قلت لي بغيت ندخل نشوف انا ولدي ملي دخلته ما بقيتش شفتو ما عرفتو ميت ما عرفتو حي قال لي منو تدخلي انت دابا بلاتي انا غندخل نجيب الاخبار ديالك كلهم غنجيب لكم اخباراتهم دخلوا دخل الطبيب قال لي بلاتي باقي ما هو كيشتيه كيشتوه كي راه باقي راه كي حطيتوه كي باقي هي هذيك قال لي غتسناو تجي واحد الطبيبه مع 12 هي ثاني غتدخل عندو باش ما ثاني غتقول لك سنيت اخويا الطبيبه ثاني جات مع 12 طلبتها قلت لها انا من حقي ندخل نشوف ولدي المهم انا بغيت نشوف ولدي قالت لي بغيت تشوفيه قلت لها بغيت نشوفهم قالت لي انا غندخلك تشوفيه دخلتني شتو هو ميت الروح باقا ما خارجاش انا كنقول ميت وما ميت قلت لها شوفي اختي الدكتوره ولدي راه مات قالت لي ما مات شكون مات انا نقولها ليك ملي ميت انا غنقول لك راه ميت ياك قلت لي بغيت ندخل نشوفه دخلتك تشوفيه وانا ملي غيموت كراني قلت لك مات قلت لها شوفي ولدي دايري لي ديك الاله كيتنفس بها كله خيوطه وكله التنفس ولدي كيتنفس بهذوك الالات قالت لي غنعطيك اصلا واختي واخا ما غاتفهمينيش انت داك الموت فين باقا محطوطه ليه في واحد العريق هنا حطت لي نيت عليه صبعي قالت لي واش هاك العريق كيضرب ولا ما كيضربش قلت ليها كيضرب ديك الضريبات عدو بشويه 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 خرجت على برا جلست على برا واحد شويه هما تيجوا عندي عيطوا في عائلة الدري اللي مضروب بالقراعي دخلنا قلنا الله البركه في روسكم هادشي هو اللي كاين